مساء الخير أبونا ريمو، مساء الخير برمرون، مساء الخير جميعا، مساء الخير إخوتي. 37 عاما وصوتها يشق البحار والجبال والصحاري. 37 عاما وتبث وتنشر كلمة السلام والمحبة والوحدة وكلمة الحق. 37 عاما وهي الشعلة المضيئة للآلاف، استهدفت ولم تسكت. من الرماد طارت وطالت العالمية عبر الشبكة العنكبوتية. برموسا من عيد حالنا ومن إلكم يعطيكم العافية، وإن شاء الله بتكمل مسيرتكم بعيد 37 لصوت المحبة. حوارات وحلقات تنشئة. واكبت ماراثون المسبحة الوردية من الرعية المارونية بالكويت. اليوم نحن بالحلقة 25 مع بير موسى مارون موسى، رئيس تلفزيون وإذاعة صوت المحبة. بير مارون، أخذنا بالأسابيع السابقة من موضوع عند الضياع تجدونه هناك إلى عند الضياع يسوع حاضر في أفراحنا. اليوم الكل محمس يسمع موضوع اليوم وعنوانه هل نجد يسوع في صلاتنا؟ أهلا وسهلا فيك، الكلمة لك، تفضل. مساء الخير وصلاة مقبولة، ونشكر بول على المعايدة، ونشكر الله أكيد على ربنا يلي بيعطينا النعمة حتى نقدر كنا عم نستخدمها على صوت المحبة يلي عم على مدى 37 سنة في مثل ما قالت ماشي وعم توصل الكلمة بمحبة. أنا وياكم بهالسلسلة يلي عم نترافق فيها خلال شهر أيار مع أمنا مريم تحت عنوان الكلمة اللي قالتها مريم: أنا وأبوك نبحث عنك متلهفين. وقلنا هذه تطلع من قلب يمكن كل أم وقلب كل بي يلي حقيقة عم نفتش على يسوع بحياتنا حتى نعطيه لأولادنا، ونعتبره هذا هو الكنز يلي ما لازم يضيع، هذا الخط الأحمر يلي ممكن نضيع كتير. نحن عايشين بأزمة الضياع على كل المستويات، لكن اللي ما لازم يضيع بحياتنا هو إيماننا يلي متجسد بربنا يسوع المسيح. مش هناك مشينا بهالمسيرة الكتابية أنا وياكم من بدايات الأناجيل، وقلنا هيك بنظرة سريعة حتى الأشخاص إذا حدا ما كان مرافقنا من البداية. أول شيء قلنا منلاقي يسوع بأحشاء مريم والقديسين مثل ما اختبروا الأوائل، مثل ما أنتوا عم تعملوا كل ليلة عم تصلوا مع مريم باسم يسوع المسيح يلي حاضر بأحشاء مريم يلي هي هيكل للروح القدس يلي كلها سوا تكرست ذاتها لتكون هيكل للإله، وهي كمان تابوت العهد يلي بتحملنا كلمة الله. ومشينا بهالمسيرة من بغارة بيت لحم، قلنا هونيك الطفل المحتاج إلى رحمة، وكل إنسان يلي هو صورة الله المحتاج إلى رحمة في البيت مع المجوس. مطرح ما أنتم موجودين ربنا حاضر وقادرين نكون عم نسجد لإله حقيقة ونعطيه من هدايانا بالهيكل وقت اللي نروح نجتمع يوم الأحد أو اليوم يلي الكنيسة بكون عم تدعينا حتى نعمل هاللقاء يلي هي مدرسة الإيمان، حتى نكون عم نتعلم كتلاميذ وكون عم ننمى كأبناء مثل رب يسوع المسيح يلي كان بالهيكل. وفي أفراحنا إلنا يسوع دائما بيكون هو حاضر، هو بيكون حاضر، بكفي ندعي أمه رح يكون هو موجود. هيك صار بقنا الجليل، كان يسوع هو حاضر لأنه كمان مريم كانت حاضرة هونيك. بالأسبوع الأخير أو باللقاء الأخير قلنا أنه بمرضنا وأحزاننا وألامنا كما في خطيتنا رح نلاقي يسوع حاضر بحياتنا، مثل ما كان حاضر عند بئر يعقوب عند هذه المرأة السامرية يلي كانت عايشة بحالة خطية، مثل ما لقيه كمان عند أبر لعازر عند مرتا ومريم يلي كان في قمة أحزانهم. يسوع كان حاضر هونيك حتى إنه لا تخافوا أنا هو. اليوم رح كمل معكم هالمسيرة وكمان مع البدايات، وببداية إنجيل مرقس يلي بيخبرنا إنه يسوع يلي أول ما التقى بالإنسان التقى بالناس المجروحين والناس المحزونين.
من بعدنا شو بيقلنا بمرقس بالفصل الأول بالآية 35، من بعد ما عمل هاليوم الماراثوني الطويل يسوع، بيقلنا وقام قبل الفجر مبكرا وخرج فذهب إلى مكان قفر وأخذ يصلي هناك، فانطلق سمعان وأصحابه يبحثون عنه فوجدوه وقالوا له جميع الناس يطلبونك. يسوع لقيوه عم بيصلي ولقيوه بوقت الصلاة، لقي يسوع. نحن اليوم رح نفتش أنا وياكم عن يسوع، بدنا نلاقيه على الجبل عم بيصلي أو عم بيصلي من أجلنا، كان عم يصلي. هل يا ترى احنا باختباراتنا اليومية وبصلاتنا إلى كل يوم عم نختبر يسوع حاضر بصلاتنا، أو نلاقي نفسنا بضياع وبتشتت مثل ما كتار منا بيختبروا بصلاتهم، بيختبروا حالهم ضايعين لأنه في هموم كتير بحياتهم، لكن ما بنختبر حياة يسوع يلي حاضر بصلاتنا وعم يصلي من أجلنا. المشكلة هي مش لأن احنا ما منصلي، بالعكس نحن منصلي كتير، مع الأسف وفي بعض الأحيان نحن لا نعرف في صلاتنا، وهالاختبار هذا اختبار كتار، لكن اختبار الرسل يلي هن مع أنهم يهود والصلاة مفروض عليهم 3 مرات يوميا الصبح والعصر والمساء، بيخبرونا مرة اجوا لعند يسوع وطلبوا منه يا رب علمنا أن نصلي، حسوا حالهم ما عم يعرف يصلوا أو ما عندهم اختبار حضور الله في الصلاة أو مش عم يلاقوا الله بهالصلاة هيدي، يعني هالعلاقة مش علاقة صحيحة مع الله وما عم يختبروا حضوره. مشان هيك اليوم أنا وياكم مع من عدرا ومع مر يوسف كأباء وكأمهات وكمسؤولين، حياة مسؤولين عن الصلاة، كيف بدنا يكون عندنا هالعلاقة الصحيحة مع الله، يعني نكون بعلاقة مع الله، وهذه هي الصلاة. نحن نعرف أنه الصلة، الصلاة هي جاية من كلمة صلة، والصلة هي علاقة، وكل صلة بحاجة لتواصل حتى تبقى وتستمر وإلا تنتهي. نحن هيك بشريا، نحن نتواصل مع بعضنا بالكلام أو بالإشارة أو عبر هلأ التواصل الاجتماعي مثل ما هلأ عم نتواصل أنه يكون عبر الزوم، هيدي الطريقة حتى نكون عم نتواصل بعضنا، هيدي حتى تبقى في علاقة مع ذواتنا. وقت نتواصل بنفكر نتأمل مع الله، وقت نتواصل بنسميها صلاة، ولأنه التواصل هو فن بالنهاية، مثل ما هل عندنا فن التواصل، يعني فن اللقاء مع الآخر، حتى إذا بدي استعمل وسائل التواصل الاجتماعي بده الإنسان يتعلم هذا الفن، مش هناك، لأنه هذا فن لازم نكون عم نتعلمه ونتقنه حتى يكون العلاقة تكون علاقة صحيحة. مش هناك الصلاة هي فن العلاقة مع الله، ومحتاجين نتعلم الصلاة. نحن مع الأسف دخلنا كلنا على المدارس وكلنا سواء تعلمنا تعليم ديني، كان بالمدارس أو بالكنائس أو بالمؤسسات اللي متعلم فيها، منتعلم صلوات، كثير منا حافظين صلوات، بس ما ننتبه أنه نعلم طريقة الصلاة، منعلمهم يحفظوا صلوات لكن ما منعلمهم كيف، وهذا هو الأساسي. مش هناك اليوم بيتعلم أنا وياكم مثل ما يسوع علم تلاميذه الصلاة، ما علمهم صلوات لكن علموا الطريقة بالصلاة حتى يكون يختبروا حضور الله، يختبروا أنه هم بصلة وبعلاقة مع الله، مش عم يحكوا لوحدهم ولا أنه فرض مفروض عليهم مثل ما كان بالنسبة لليهود. مشان هيك بإنجيل قديس لوقا بالفصل 6 يسوع كان عم يقول لهم كيف يصلوا، أول شيء بيقول لهم بدي حذركم من شغلتين انتبهوا لهم، هيدي الخطوة الناقصة بتكون عادة الإنسان وقت بيصلي، هي النية بالصلاة، تحديد النية. النية هي لقاء الآب، هذا هي نية صلاتي. مش هناك بيقول لهم لا تصلوا كالمرائين. المرائين شو هني؟ المرائين هني كان عم يحكي عن الفريسيين يلي بيظهروا غير ما بيضمروا بقلبهم، يعني يتظاهرون بالصلاة، بيتظاهروا انه هني عم يحكوا مع الله
لكن بالنهاية عم يحكم مع الناس. وبيقول الذين يصلون ليراهم الناس، ليسترضوا الناس، كأنهم بيصلوا حتى يسترضوا الناس، حتى الناس يقولوا هالإنسان بيصلي وهو يشوفوهن شو بيصلوا، يعني حتى ياخذوا رضا الناس. بسميهم مرائين، بيقولنا أنتوا ما لازم تكونوا هيك، ما تصلوا حتى تسترضوا الناس. بيكمل بيقولنا كمان بحذركم لا تصلوا كالوثنيين. نحن أوقات نفكر أن الوثني ما بيصلي، الوثني بيصلي إلى الوثن. هو شو بيكون بيصلي الوثن؟ بيقول ما ترددوا كلمات كثيرة حتى تسترضوا الإله، كمان ما تصلوا حتى تسترضوا الله مثل ما الوثنيين بيعملوا. ونعرف مثل لهالشي هيدا بالعهد القديم مع إيليا النبي على رأس جبل الكرمل، صار في تحدي بالصلاة عند الذبيحة، ونعرف القصة يلي كيف هني بقيوا كل الوقت عم بيصلوا ويكرروا صلواتهم حتى يكون عم يسترضوا الإله حتى يستجيب لهم ويعطيه ويعطيه المحرقة. لكن إيليا بكلمتين قال له استجبني يا رب، استجبني يا رب، ما نحن بنعمل وقت القداس الكهني ونركع، وبينزل الروح القدس وبيحل علينا مثل ما نزلت النار من السماء وحلت على الذبيحة على أيام إيليا. لكن مش هناك عم قلنا لا تصلوا كالمرائين، لا تسترضوا الناس ولا تسترضوا الله. أما أنتم فصلوا هيك، يلي هي أبانا، يلي هي الطريقة الطبيعية للتواصل مع الله، ويلي هي مؤلفة من خمس كلمات، ويلي هي الطريقة الطبيعية حتى نكون فن التواصل مع الله، حتى نحن نكون حقيقة عم نختبر حضور الله. أول شيء بيقلنا صلوا أبانا الذي في السماوات ليتقدس اسمك. شو معناتها؟ هيدا فعل إنه الله يلي أنا عم بحكي معه هو بي أولاً، وهو كلي القدرة على المحبة، عم بحكي مع بي اللي هو موجود بالسماء أقوى كتير من بي اللي موجود على الأرض. يعني لما يقول أبانا الذي في السماوات مش معناتها يلي بعيد عني، يلي عنده كل القدرة، لكن قدرته هو على المحبة. هل أدي الله بحبني؟ مشان هيك نحن صلاتنا موجهة إلى الآب. وهون بدي أوضح شوي، نحن أوقات بنصلي، يعني بنقول أنا عم صلي، بقول أنا عم صلي للعذراء، صلي لمار شربل، للقديسة ريتا، يوم عيد البادر بيو، ومنصلي يسوع. لكن بالحقيقة حسب يسوع المسيح طريقة الصلاة أنا أصلي إلى الآب. كل صلاة هي موجهة للآب، لقابل الصلوات هو يلي بيعطي عام الحياة. مش هناك نقول أبانا الذي يتقدس اسمك، وهو اسمه محبة. لكن الصلاة موجهة نحو الآب، لكن هالصلاة هي باسم يسوع المسيح المخلص، يلي هو الطريق، وهو الطريق والحق والحياة، وهو الشفيع إلى الآب. هو يلي قالنا صلوا باسمي أنا، كل شيء بتصلوا باسمي تنالون. يعني بمجرد ما قالوا أبانا الذي في السماوات يتقدس اسمك، تذكروا دغري أنا عم توجه للآب باسم يسوع المسيح، يلي هو حاضر وعم يصلي، مثل ما لقيوا تلميذ كان قاعد وعم يصلي، يعني لأنه هو كل صلاة تمرق من خلاله، كل صلاة هو الطريقة اللي بتوصل إلى السماء. ومنصلي بقوة الروح القدس. مربولس بيقول إن الروح يصلي فيكم بأنات لتوصف، بيصلي بروح قوة الروح القدس. نحن هلأ بزمن العنصرة، زمن الروح القدس يلي بيصير يشتغل فينا وبيصلي فينا. قولوا له، قال له يا روح القدس، فكر أنا عم صلي بقوة الروح القدس. ونصلي كمان وبعدني بس بالأبانة، بمجرد ما أقول أبانة يعني هذه المقصدة، أنا عم أتوجه بصلاتي إلى الآب اسم الرب يسوع المسيح بنعمة قوة الروح القدس، وعم صلي مع بعضنا. مش نقول أبانا بالجمع، عم نصلي بشركة مع بعضنا، شركة القديسين، شركة كل الناس عم يشتركوا معنا، مثل ما أنتوا هلا عم تصلوا وكل هالناس المشتركين عبر الزوم، وكل الأشخاص المشتركين بالنية، وكل اللي أنتوا بتشركوهم معكم بصلاتهم. في أشخاص نحن يمكن نحن بنوضعهم قدام الرب يسوع المسيح، ولو كان مش مشتركين على نفس الموجة، لكن قادرين نكون نحن نجيبهم نشركهم معنا. كل القديسين بيكونوا مشتركين معنا. هيدي معناتها كلمة أبانا. مش هناك بيستاهل وقت مش عم صلي أبانا الذي في السماوات وقف شوي وأعرف لمين أنا عم بتوجه، وأنا قدام مين واقف، لمين عم بوصل صلاتي.
كمل أو بالكلمة الثانية اللي هي نقول ليأتي ملكوتك لتكن مشيئتك مثل ما هي بالسماء تكون على الأرض. يعني أنا عم عبر عن رغبة قلبي أنه ينتشر ملكوت الله على كل إنسان، وهي طبيعيا. أنا إذا بحب حدا بحب كل الناس يحبوه. أنا اللي بقول له لله أنه أنت بي، وأنت أنا بآمن فيك أنت بي، بحب كل الناس يعرفوا أنه الله بي. يعني أنا بدي كل إنسان يقبل الله كبي عليه، حتى لو هو مؤمن بإله معين، بس أنا بدي يقبل الله كبي. وهون بتغير كل القصة، ويقبل مشروع الخلاص من أجلنا يلي هو عطانا إياه. ساعتها بتصير الأرض مثل السماء، كذلك كما في السماء كذلك على الأرض، أنه الناس كلهم يقبلوا مشيئتك ويقبلوا مشروعك، مثل ما بالسماء الملائكة هن كلهم سواء قابلين مشروع الله. هيك الأرض، من الأرض للسماء، هيدي رغبة قلبنا. هيك بيكونوا الله يلي بيكونوا أولاد الله، هن يلي حياة بيتمنوا أنه مشروع الله ينتشر لكل العالم. ثالث نقطة بصلاتي وأنا عم صلي، بقول له يا رب أعطينا خبزنا كفاف يومنا، لأني أنا كابن بوضع قدامه كل حاجاتي، بوضع ذاتي مثل ما أنا بحرية أبناء الله، وأنا كلني ثقة أنه هو بيعرف احتياجاتي. هالكفاف يومنا بيعرف أنا شو محتاج له لليوم حتى أكون عم عيش، أو حاجتي بهذه الحياة، إن كان بالمأكل والملبس والعلم والطب والاهتمام، كل هالشيء هيدي حاجاتي أنا. وبشكر الله على كل عطايا السلف، وقت أنا بقول له يا رب أعطنا خبزنا كفاف يومنا، كان عامل له بشكرك يا رب لأنه أنت بتعطينا. لأنه ما ولا مرة الابن بيجي لعند ابنه بيه إلا ما البي بيعطي، ولا مرة البي بيعطي وبيعطي أكثر بكثير. مش هناك إحنا عم نطلب منه، لأنه عم نوضع حاجاتنا قدامه بحرية الأبناء. النقطة الرابعة يلي بنقول له اغفر لنا ذنوبنا وخطايانا مثل ما نحن بنغفر أو اغفرنا لمن أساء إلينا. يعني بطلب من الرب أنه يغفر لي كل شر أنا عملته بمعرفة وبغير معرفة. هيك عنا كمان إحنا بالكتاب القديس نقول بمعرفة وبغير معرفة، يعني هؤلاء هم الذنوب والخطايا بالمعنى يلي بنعمله بمعرفة، يلي هو ده هو الذنب، والخطية اللي بنعرف أوقات نعملها يمكن بدون معرفة، مثل ما أغفر لهم يا أبتاه لأنهم لا يدون ماذا يفعلون. مثل ما أنا عم بغفر، وهون بدي أتعلم وأتقول له يا رب اغفر لي، بدغري بنتذكر أنا لازم كون غفرت لحدا، وإذا فيش حدا ما غفرت له لازم كون عم بغفر لكل الناس كمان يلي أنا ممكن كون أسأت لألهم بمباشرة أو غير مباشرة، عن معرفة أو عن غير معرفة. وهيدي مهم كتير يكون حياتنا إحنا هيك عم نوضع قدام الرب ذاتنا، يعني عم نطلب الغفران ونغفر. وهيدي يمكن الكلمة هيك الجوهرية هون، لأنه فيها شرط كأنه كما نحن نغفر. أول كتير إحنا ما بننتبه لها، أول كتير نطلب من ربنا أنه يغفر، يا رب اغفر لي خطايا ويا رب ساعدني وهيك، بس ما أنا أنه في شرط هيدي عزيز على قلب الله، وبدونه كأنه الرب هيك حتى مثل يعني مفتاح لباب رحمته، هي أنه أنا بدي أغفر. ارحم قريبك حتى ربنا يرحمك، اغفر لخيك ربنا بيغفر لك، قدم الرحمة لخيك قبل ما تقدم الذبيحة. يعني ربنا أريد رحمة لا ذبيحة، كل شيء بتعمله لخيك الإنسان أفضل بكتير من يلي بتعمله لله. هيدي الطريقة اللي ربنا بدينا نكون عم نعيش معه بهالطريقة، هيدي بيقولنا أنه أكيد قادر ساعة أختبر حضور الله واختبر غفران الله لي. أنا بتأكد دغري أنه ربنا رح يكون عم يغفر لي خطاياي. وآخر نقطة بقول له لا تدخلنا في التجارب لكن نجينا من الشرير، لأنه لألك أنت الملك والقدرة والمجد إلى أبد الأبدين. وهون أكيد لازم يكون منتبهلنا، مش عم نقول له لرب أنه أنت ما تدخلنا. الترجمة بالعربي عم يشغل علي أنه تكون تنفهم صح، لأنه وقت مفتكر حنا أنه كان ربنا هو عم يدفشني بالتجربة، يقول له دخيلك ما توقعني بالتجربة. الله مثل ما حكينا الأسبوع الماضي، الله لا يجرب أحد ولا يتعامل بالشر أبدا، الشرير يلي بيجرب. كأنه هون عمول لا تسمح أن ندخل في التجربة، أو ما تخلي الشرير يدخلنا بالتجربة، ما تخلي الشرير يوقعنا، يعني كأنه مسكني ما تخليني أوقع
بالتجارب، نجيني من الشرير يلي هو بده يعاني بالتجربة. وأنا بطلب الرب أنه أنا لأني أنا ابنك، وبس أنا بعرف حالي ضعيف، أنا يمكن أوقع بسهولة مع بتجارب الشرير، عم بطلب منك عم مد إيدي حتى أمسك أنت كمان بإيدك حتى ما أوقع بتجربة الشرير، لأنه لقلك أنت الملك، أنت يلي قادر. عم برجع بجدد مثل ما بلشت أنه إلهي قدير وقدرته هي قدرة المحبة، لأن لك الملك والقدرة والمجد إلى أبد الآبدين. ساعدنا يا رب أنه ما نوقع بتجربة الشرير، نحن أبنائك ومن آمن بقدرتك تجاه أولادك يلي ما عنده حد أبدا. أختي هاي هي الطريقة يلي يسوع علمها لتلاميذه، يعني الطريقة يلي بنستعملها أصلا نحن كمان بصلاة الجماعة بالقداس. إذا بتشوف القداس كمان مركب على هذه الطريقة مثل ما بصلاة للفردية، إن كان الوقت قصير يعني أنا فيني صلي الأذان بدقيقة صلية بربع ساعة أكمل فيها، بل المهم أنه أنا عارف أنه هيدي صلاة بحسب رغبة الرب، يعني ربنا بيكون حاضر. أنا بعرف حالي عم بتوجه إلى الآب باسم يسوع المسيح وبقوة الروح القدس ومع الجماعة كلها سوا ومع القديسين. مش هناك صلاة مش ضروري يكون طويلة، يعني في صلوات قصيرة، يعني بالكتاب المقدس مثلا في عنا خمس صلوات كانوا قصار لكن مفعولهم كان كبير. أول صلاة يعني صلاة الأبرص يلي قال له يا رب إن شئت فأنت قادر أن تطهرني، دغري ربنا قال له قد شئت فطهر، دغري حصل على الجواب لأنه صلاة بحسب رغبة الرب أو طريقة الصلاة، لأنه اختصر فيها كل شيء قلناه، يعني عارف حاله لمين عم يحكي، عارف حاله قدرة الرب، عارف حاله هو يده وعارف هو شو وضعه. صلاة الثانية اللي كانت صلاة الأعمى، قال له يا ابن داود ارحمني، يا رب خليني أبصر، ولو فأبصر لساعته، لأنه كمان عارف قدام مين هو واقف، ابن داود مش يسوع الناصري يلي الإنسان العظيم يلي جاي من منطقة الناصر، لكن ابن داود يلي هو المخلص الحي والحاضر هلأ هو قدامه. صلاة العشار يسوع كمان عطاه هذا المثل، قال له ارحمني يا رب أنا إنسان خاطئ، بيقول فرجع العشار، يعني صلاته كانت مقبولة لأنه كمان عارف كيف يصلي. صلاة الابن الضال كمان بمثل الابن الضال، وقت اللي اجى عند بيه قال له يا أبتك قد خطئت إلى السماء وقدامك وأنا ما بستاهل كل لك ابن، الإجابة كان رجع ردله الأبوة كلها سوا، ذبح له العجل المسمن وعطاه كل يعني كل شيء اللي بيرجع بيردله طبيعته كابن. وآخر شيء في عنا صلاة لص الجبين يلي قال له هالكلمة، ليذكرني يا رب أتيت في ملكوتك، كانت الإجابة دغري سريعة، اليوم تكون معي في الفردوس، لأنه كمان صلى بحسب رغبة الرب، صلى وعارف حاله هو قدام مين كان موجود، يلي كل الناس كانوا عم يتمسخروا على يسوع، إذا كنت أنت المسيح خلص نفسك خلصنا، أنت يلي ناقد الهيكل، هو بالنسبة له كان قدام الله، كان واقف قدام الله، كان مصلوب قدام الله، اذكرني يا رب متى أتيت في ملكوتك، كانت الإجابة كان دغري بسرعة في الفردوس. مش هيك إخوتي، نقول أنه شغلتين مهمة لازم نتذكرهم، أنه أنا يلي محتاج لهذه العلاقة وهالصلة حتى أنا أتغير، الله مش محتاج إلى صلاتي، أنا الفقير إلى هذه الصلاة، أنا يلي عندي حاجة، والحاجة اللي عندي هي حتى أنا أتغير نحو الأفضل. عشان هيك مش الله يلي بدي يتغير، أنا اللي بدي يتغير. رح نفكر أنه أنا عم صلي حتى ربنا يغير إرادته ومشيئته، أنا اللي بدي يغير إرادتي ومشيئتي حتى تصير مثل إرادة الله. مش هناك تاخذ معنا وقت صلاتنا، مش من أول مرة بتزبط، يعني نحن بدنا وقت حتى أنا أتغير، مش هناك هيدي لازم حتى براسنا. الصلاة أنا اللي بدي أنا اللي بحتاج لها، هيك لازم نعلم أولادنا أنه الصلاة هي حاجة منا فرض علينا، هي حاجة مثل ما عندهم حاجة هني يتواصلوا مع أهلهم معكم أنتم، كمان حاجة يتواصلوا مع بيهم يلي هو البي السماوي يلي بالمعمودية انسكب الروح القدس
قال لي صار عنا نعمة التبني، أخذنا نعمة البنوة وصرنا أبناء الله، صرنا قادرين نقول له أبا أيها الآب بقوة الروح القدس. مش هناك هذه حاجة اللي يكون عنده إياها الإنسان حتى يتغير وحتى يكون عمينا. مش هناك المبدأ يلي لازم نعتمده بحياتنا، إذا صلاتي ما غيرتني لازم غير صلاتي. ياما في صلوات ما صلوها وبتصليها بتصير تكرار وعادي عنا وما بتغير فينا شيء على مدى السنوات، معناتها المشكلة ما عم نعرف نصلي، مش إنه نحن عم نصلي ما عم نعرف نصلي. مش هناك لازم نغير كمان صلاتنا، مش غلط نغير طريقة صلاتنا حتى أنا حس حالي بالتغيير. آخر شيء بقولكم إنه مش المهم كمان وين منصلي، بعرف في أماكن مهمة يكون عم نصلي فيها، نختار مكان نروح بالكنيسة اللي هو، لكن الأهم قدام مين أنا واقف عم صلي. هيك يسوع قال للمرأة السامرية، قالت له وين الصلاة أفضل، بهذا الجبل أو بهذاك الجبل؟ قال لا هون ولا هون، المهم أنت قدام مين واقفة عم تصلي. الله هو روح والذي يعبدونه يعبدونه بالروح، مش هيك أنا قدام مين واقف أنا عم صلي. مش هيك إخوتي؟ إيه قادر أنا لقي يسوع المسيح، إيه قادر رأي ربي بصلاتي. يسوع بيكون ضايع بحياتنا، لكن بصلاتنا ربنا قادر نكون عم لقيه. واختبر حضور الله، اختبر قول أنا اليوم التقيت الرب، قديش قادر أنا بس اخلص صلاتي مثل ما هلأ أنت بتخلص الصلاة. ما أقول بس أنا اليوم صليت، قول اليوم التقيت، اليوم وجدت الرب مثل ما هالتلاميذ فتشوا عليه ووجدوا الرب. يعني أنا كنت بلقاء مع الله وربنا كان حاضر معي بحياتي بصلاتي. آمين. مروان بنشكرك على هالكلمة الحلوة وعلى هالبرسبكتيف، النظرة كمان هيك الجديدة اللي تعلمناها. بس عندي سؤال إذا فينا هيك نزيد، هل الصعوبة اليوم اللي عم نلاقيها نحن كناس بموضوع الصلاة ناتجة عن أنه بتبين كأنه من ميلة وحدة، يعني نحن اللي عم نحكي ولكن صعب كتير نقدر نسمع، لأنه يعني في شيء ناقص بالكوميونيكيشن؟ صح، هو المشكلة فيها أصعب شيء هي الصلاة، لأنه هيني هلأ أنا عم بحكي أنا وياك، ولأنه أنا عم بسمعك أنت بتسمعني، ولأنه أخذت الجواب بمعنى أنه أنت خلاص حصل حالك أنه هلأ كان في لقاء أنا وياك. لكن بصلاتنا نحن كأنه هو الحوار من طرف واحد، مش هناك أنا صلاتي لازم تكون إصغاء كمان. يعني وقت أنا كنت عم بحكي عن الأبانة، أنا هيدي الصلاة بتخليني أسمع كمان، علقت عن كلمة اللي هي أعطينا خبزنا كفاف يوم أغفر لنا كما نحن نغفر. هيدي كلام الله لألي، أنا ما بنتبه أنه الله عم بيحكيني كمان بصلاتي. هيدي مهم كتير أنا كمان أنه أسمع ربنا بيحكي بكلماتنا نحن. الله ما عنده كلمات لأنه ما عنده الطبيعة البشرية، الله بيستعمل أفكاري وبيستعمل كلماتي أنا حتى أسمعهم. الله هيك بيجاوبني، كأنه من حنفتكر أن الله كل مرة لازم يعمل عجيبة، كل مرة لازم ربنا يظهر لي قدامي حتى يكون عم يحكيني ويجاوبني على صلاتي أنا. صلاتي هي كلماتي يلي بيستعملهم، هني يلي ربنا زيتهم يلي بيستعملهم حتى يكون عم يجاوبني. وهون دار الروح القدس يلي بضويلي على كم كلمة وبقول هودي ربنا عم يحكيني، هودي ربنا هلأ عم يقلي أنه لازم أشكر، أو أنا يمكن عندي نقص بالغفران، عندي نقص بالرحمة، عندي نقص بالأشياء. اترك مجال لله. مش هناك ايه لازم يكون بصلاتنا اوقات في اوقات صمت، لكن هيدا حتى ربنا يكون عم يحكي، او حتى نحن نسمع جواب الله من خلال كلماتنا يلي حكيهم، او افكارنا يلي بيجوا على فكرنا، او حدا بيكون عم يحكي مثل ما زعنا على عم يحكي هلا. وانت تؤمنون انتوا انه انا كمان الروح القدس ممكن يستعمل هلك حكيتهم انا حتى يكون عم يحكينا. بس اهم شغله انه نعتبر انه ربنا حاضر وبيحكي مباشرة وبطريقة خاصة لكل واحد منا، يعني لأنه في علاقة شخصية. ربنا بيعيطنا بأسامينا، أنا غير بول وغير أبونا ريمون، كل إنسان عنده اسم وعنده شخصية قدام الرب. يعني مش نفس الكلمة يلي بتكون للكل، يمكن نفس الكلمة بتنحكى بس الروح القدس بترجمها جواب لكل إنسان منا بشكل خاص. هاي بتاخد وقت حتى الإنسان يتعود على الله، مش هناك صلاة صعبة. اوكي، ميرسي للتوضيح بير مارون. اخوتي اللي عم بيشاركوا معنا كل يوم، في عنا توصيه لبكره
وللايام اللي جايه. نحن بالمبدا بكره الحلقه الاخيره بهذا الشهر مع بير مارون، بتمنى منكم كمان تحضروا ان كان كلمه شكر لكم او اي تساؤل او سؤال تنحطوا على الشات، وبكره نعمل كوبي على الشات وبنوصله لبير مارون، ونفس الشيء لكل الكهنه اللي عم بيشاركوا ابتداء من بكره وبالرايح. بير ريمون، الكلمه الاخيره لك وبنختم من بعدها. كلمة شكر لبير مارون على المسيرة والمحطات اللي وقفنا عليها، يعني الحديث الرائع. نشكره على الروح الطيبة، ونتمنى له الخير، نتمنى له الصحة والعافية والنشاط الدائم بحق للرب، والعطاء العطاء الدائم. ربنا يباركوا على العطاء. شكرا. شكرا بير ريمو، شكرا بير موسى، شكرا جميعا. بذكركم كل الاحاديث عم بتكون مسجله موجوده على صفحه الفيسبوك مارونايتس ان كويت، او على التشانل تبعنا على اليوتيوب كمان مارونايتس ان كويت. تصبحوا الف خير، ونتلاقى بكره باذن الله.